أمر أدينه بشدة وأستنكره وأستهجنه، وهذا السلوك طبيعي في ظل التسيب الملحوظ وفي ظل التوترات الإقليمية والمحلية. أدعو الدولة وأدعو الفاعلين في هذا المجال إلى ضبط المسألة واتخاذ اللازم من الإجراءات حتى تستعيد تونس وهيبتها وكرامتها، ويستعيد المصلي ويستعيد الإنسان التونسي أمنه. تونس الجميلة معناها العظيمة هذه ولينا نخرج بها بالتوالي، فعود نقدموا بها. تصور أنت تولى الجو معناها جو معنا نحقوهم يا رسول الله، ولا المعالم الكبيرة متاعنا نحقوها. بالنسبة اللي قاعدين يعملوا في الحكاية هذه، سواء في دولتنا ولا في أي دولة أخرى، فهمتني، ناس مستهترين وناس ما همش تابعيننا نحن لا نظامنا ولا حتى شيء. ما زيك كيف ما نشوفها في برشا حاجات أخرين، معناتها بما فيها من الجوامع هذه ممكن إرباك النظام، ممكن توجيه الرأي العام. أنا ضد حرق الجوامع، خاطرنا بلاد مسلمة، وكونتر اللي يحرق جامع ولا يضر بالحاجة تمس الإسلام وكا. والله ما عادش تحب تعرف الأسباب والأهداف، ما عادش تنجم تحصر، كل واحد وشنية الفكرة اللي عنده في راسه. إذا شو نقول لك، حاجة واحد يقعد مستغرب، معناها في تونس وصلنا وقت معناها جوامعنا ومقدساتنا، فهمتني، اللي هي بيوتنا وديارنا واكثر حاجه انسان يرتاح فيها، يمكن يرتاح في جامعه وفي داره يمكن ما يرتاحش، فهمتني، استنى في وقت نحرقه في جامعه. انا صراحه نرى كونه المساله ماهيش سبونتاني. مقدساتنا نستحفظ عليها، سواء كان جوامع ولا كنائس ولا حاجات اخرى، هذه حاجه معناها في البلاد تنتمي للبلاد، نورمالمون نستحفظ عليها مش نخربوها. هذا هو عقبه منافعه ليه 1400 سنة في تونس.